السلام الخوت، سمحت على التعطيلة اللي كانت خارجة على الإرادة. بارت اللي فات كنت طلبتكم تدخلوا عند خويا حكاوي، حطيت لي أنا لتحت وصيفطوا لي بزاف الناس ميساجات قالوا لي بلي داك اللي أنا ما خدامش، فعرفت شنو وقع. المهم غتلقاو دابا اللي ان عاود تاني لتحتو غتلقاو في اول كومونتير، ف كالعادة ديروا اللازمة خوتي و دخلوا عند حكاوي، راه غيعجبكم البلان. دابا عليكم بالقواعدات اللي راكم عارفينهم، كوانو الكيت السينتا و الظلام. نبداو. من بعد ما القدر جازاني وجاب لي زوج من عدياني، تانا كنت كريم معاهم، حيت من بعد ما وصلت لواحد الغابة في الخرجة د المدينة كانوا هما مازالين حيين، غير كانوا مغيبين ومازالين تحت تأثير ديال الدقات زرواطي. كتفتهم بزوج في الكوسانات، كل واحد في كوسان بوحده، وهنا بقيت كنساعينهم تافاق. زيت واحد البيدو كان في الكوف ديال ديك الطوموبيل، هاد البيدو عاوني بزاف حيت كنت حاير في الطريقة باش غنقتلهم، ولكن من مور ما لقيت هاد البيدو اللي كان فيه المازوط هنا قررت يموتوا بالهيب العافية. قررت ندوقهم من نار الدنيا قبل ما يدوقوا نار الآخرة. من اللي فاقوا بديت كنكب عليهم المازوط، عومتهم مزيان في الوقيتة اللي كانوا ما كيتعجبوا لشنو كان دير. من اللي ساليت قال لي واحد فيهم شنو غادير، قلت له والو غير بغيت نحرقكم. نقز الاخر وقال لي علاش اودي شنو درنا لك. سبحان الله العظيم، نفس السؤال ديال الطبيب. قلت له اسمع نقول لك، واش عقلتو على واحد خونا غرقتوه في الحبس 25 سنة هادي؟ بداو كيشوفوا في بعضياتهم وكيرجعوا في السينتا اللور باش يستعقلوا. قلت لهم انا غنقول لكم باش نوفر عليكم محنة التخمام، هذا اللي قدامكم هو كمال الراجل، كمال الراجل اللي هلكتو له عرضه هو كيشوف فيكم بعيني، واللي كملتوها وجملتوها بشهادتكم عليه في المحكمة. هنا عقلو وفاقو بالهلا يطري لهم، وفي البلاصة بداو كيطلبوا ويزاوقوا. سبحان الله العظيم، الحاجة الغريبة في بنادم هي علاش ديما كيسعاب ولادو، حيت خوتنا بداو كيقولوا لي الله يرحم الوالدين راه وليداتنا غاتيتمهم. وهذه بالتجربة الخوت، ديما بنادم اللي كيتحط في موقف ضعف كيبدا يسعى لك بولادو، وراني مولا وليدات وغير شوف كي يدير. كلامهم ما لقاو دينا اللي تسمع له، الشي اللي خلاني نشعل العافية في طرف من الجورنال ونرميها عليهم في وسط الطوموبيل ونسد عليهم بيبانة. سبحان الله العظيم،
قد ما كنشوف العافية زاهرة والعافية اللي في صدري غادا وكتخمد. من بعد ما شدات العافية بالبيان علقت من ذاك الكوان، حيت راه العافية ديال الخوت، العافية فراشة بنادم يقدر يشوفها من بعيد. كيف العادة قبل ما نتحرك كتبت جوج نوامر وحطيتهم تمايا حدا الطوموبيل، تبتهم بواحد الحجرة واللي هما 5 و4. الشي اللي خلى البوليس ملي وصلوا يعينوا الجريمة يعرفوا باللي نفس القاتل اللي قتل الطبيب هو اللي قتل هاد زوج خياتنا. كنت عارف ان مسألة نتشد مسألة وقت وصافي، داكشي علاش قررت نزرب عليهم قبل ما يوصلوا لي البوليس. وداكشي اللي كان في الليلة التالية، مشيت للدار ديال واحد من العمال اللي كان تاهو منهم. هذا خدمت معاه داكشي ديال الجهالة، حيت مشيت دقيت عليه ديريكت، دقيت عليه في بابو وملي تحل الباب كان ولدو اللي حلي. قلتلو كاين باباك ولدي؟ قال لي اه. شكون نقول لي؟ كان دري في عمرو ديك 8 سنين هكاك. قلتلو قول له صاحبك عزراين. الوليد جاتو السمية غريبة ما فهم والو، قال لي واخا انا غنمشي نعيط ليه، مع دخل وانا ندخل من موراه. تبعتو ديريكت توقفت على مول دعوتي اللي كان جالس متكي في الصالون ديال دار، واللي كان فيها غير هو وولدو ومرتو. قال لي شكون انت؟ هو يجاوب ولدو راه قال لي سميتو عزراين. خونا قال لولدو ياك كنقول لك عمرك تحل الباب لشي حد؟ مراتو كانت غير كتشوف ما فاهمه والو. خونا قال لي شكون انت؟ خرج من داري لا نعيط لك للبوليس. قلت له هذه هي الضيافه عندك تعيط للبوليس؟ قالت لي مراتو جلس سيدي مرحبا بك. قلت لي الله يكبر بك لالا، وانا نقول له مراتك مصوابة عليك السي ميلود. هنا من اللي سمع سميتو عرفني باللي كان عارفه، قال لمرتو سيري لبيتك انتي وولدك. سمعت الامر وطاعته، وهنا وفر عليا داكشي اللي كنت باغي ندير. مع خرجات مراتو وسمعت باب بيتها تسد، جبت الجنوية. خونا غير شاف الجنوية وبدا عاطيها للغوات، شي اللي خلاني نطير عليه ونرشقها له في عنقو. حطيت ورقة فيها نمرة 3 فوق الطبلة وانا نعلق. وملي كنت خارج من صالون دارو تصاطحت مع مراتو وولدو جايين كيتجارو. الشي اللي خلاني نوقف نشوف فيهم وهما داخلين البلاصة فين تكيتو. ديكور دو ولدو الصغير هو كيغوت با ما تبا. صراحة الديكور عمرو غيحيد من بالي. خرجتو كان بكي، كان بكي من زوج حوايج. الاولى على ديكور دو الوليد، والتانية على الدنيا والزمان اللي خلاني نولي هكا غادي وكياني كله معاه. داك الوليد الصغير اللي دشنت فيه بروجي د مجرم. غنشرح لكم، حيت ما يمكنش يتقتل باك قدام عينيك وملي تكبر تخرج طبيب. تكيت 4 وبقاو لي زوج. زوج عاد طنق الكبير، القضيه غتبدا تحماض. داكشي علاش قررت نجمع الزوج اللي باقي اللي في ليله وحده. دبرت على موتور وسمرت توصل الليل وانا نقصد ديورهم.
الاول لقيتو ناس شي اللي سهل عليا الميسيون ديال التصفيه. صراحه صفيتها ليه هو غارق في رقادو. تاني فين غاي عواج البلان، مشيت دقيت عليه وما بغاش يحل. الشي اللي قلاص علي عقلي من التفكير وخلاني نخدم الدافونيه. وهنا فين غاتعواج القضيه، حيت خونا كان لداخل وملي شاف بلي شي حد كيحاول يفتح الباب اتصل بالبوليس. مع دخلت عليه لقيتو ساد عليه في بيتو عاوتاني، كان هو ومراتو. فرعت الباب ديال البيت وانا ندخل عليهم. مراتو بدات كتشوف وكتقول لي عفاك سيدي خذ اللي بغيتي غير ما تاديناش. قلت لها سمحي لي على لا، حسابي مع راجلك، انتي ما درتي لي والو، خرجي في حالاتك. خرجت كتجري وانا نفرد بمول داوتي. جبت جنويتي وبدا خونا كيطلب ويزاوك بحال كاع قرانو. قلت له شوف ما عديش الوقت اللي نضيع معك، تكا على ظهرك. وداكشي اللي كان تكا على ظهرو وقبلتو كيف كيتقبل الكبش الضحيه. قلت له شهد. قال لي عافاك. قلت له شهد. هو يعاود لي ديك عافاك. مازال ما كملها تقطعت لمو حبال عنقو من لودن الختا. مسحت فيه جنويتي ونمرتو بورقتي وانا نعلق. مع خرجت بغيت نديماري موطوري، تبانوا لي البوليس جايين. كانوا زوج طوموبيلات، وحده سيفيل ووحده مخزانيه. استافيت ركبت موطوري وانا نعلق. ملي تميت غادي لاحظت باللي الطوموبيل اللي كانت سيفيل تبعاني. عرفت القضيه ما هياش، الشي اللي خلاني نزيد نكسيري. وكيف ما كان كسيري كيكسيري اللي مورايا. عرفت باللي شريتها في الكحل، الشي اللي خلاني نخرج من الشانطي وندخل البيست في واحد الخلا. خونا اللي ورايا ما مفاكش، بقينا على هاد المود تاع المش والفار شي ربع ساعة. تسمعت خونا اللي كان تابعني دخل بطوموبيلتو في واحد الشجرة، وهنا وقفت وبقيت كنشوف. بان لي بنادم ما خرجش من الطوموبيل. الشي اللي خلاني نمشي لجيتها باش نعرف شنو واقع. تلاقيت الطوموبيل فيها غير واحد، وجهد باش دخل في الشجرة خلاه يضرب راسو مع الفولون ويغيب. صراحة شي حاجة جبتاتني لي ما قدرتش نمشي ونخلي. مشيت هزيت له راسو، هنا صدمت. لقيت ولدي انوار الخوت. الشي اللي خلاني نزلو من طوموبيلتو ونبدا نكبلو الماء التافق مع حل عيني كان مازال دايخ. قال لي علاش عتقتيني وانا تابعك باش نشدك، وشكون انت؟ جاوبتو انا الزمانه ولدي، رجعت من الحبس باش نكمل دوري في الحياه. تحرك باش يجبد المينوط وانا نقول له بشويه عليك، راه تقدر تكون مهرس ولا شي حاجه. قال لي باللي انت حنين علاش كدير هاد الجرائم. قلت له حساب قديم وخصني نصفيه باش نرضي الناس اللي ماتوا وباش نبرد الهيب اللي في قلبي قبل ما نموت. انا عرفت بلي القضيه انت اللي شادها. كنت اسفه ولدي حيت تقدر تكون هادي
أول قضية غتفشل فيها. قالي غير واحد ونصفي حسابي. طلع فراسك مع بغيت نوض من حدا هو يجبد الفردي ديالو فيزاه عليا وقال لي سلم راسك. قلت له اسمح لي ما نقدرش انا غادي. قال لي راه غنتيري. قلت له الا تيريتي فيا غتبقى تبكي عمرك كامل. قال لي ما عرفتش علاش كنحس بالضعف قدامك. هنا قلت مع راسي ما كايناش شي فرصه اكثر من هادي باش نقول له الصراحه كلها وداك الشي اللي كان. قلت له اسمع ولدي وانا نعاود له وخويت له المزيوده كلها من اللي في التاليه. انوار قال لي وهو كيضحك دابا انت وبا امي مات وهادو اللي كتقتل هما اللي قتلوها. هو ينوض عدي وحل درعانو وقال لي عنقني يا با. يا الخوت شحال تسنيت هاد اللحظه. ترميز عليه بكاع اللي عطاني الله من قوه مع عنقتو ما عرفتش كيفاش دار تفرك اللي من يدي وضرب لي المينوط. قال لي احسب لي كان دري صغير نطيق بكلامك زيد قدام. بديت كنطلب ونزاو ونحلف له باللي الشي اللي قلت لي راه حقيقي ولكن والو. دخلني للطوموبيل ديالو وسد عليا اللور. ركب هو القدام ومن ظهري العوج واخا تفرشخات مع الشجرة ديمارات شد بيا الطريق ديريكت للكوميسارية. عييت من نقنع فيه والو. مشكل الكوميسارية ما بقى لنا والو ونوصلوا لها. هنا قررت نلوح ورقتي للاخر. قلت ليه اسمع ولدي تايلا ما تيقتينيش سول باك العربي راه فراسو كلشي. مع سمع هاد النويطة هو يضرب واحد الفران هو يدور عدي. قال لي شوف راه ما بعيدة غاتادلا انا غنديك الدو ومن بعدها غنديك الكوميسارية. قلت له واخا. مشينا ديريكت للدار العربي. مع نزلنا من الطوموبيل قال لي شوف غتطلع الدو وتهضر معاه غير من قدام الباب بوحدك انا غنبقى في الدروج باش ما يشوفنيش ومنها نسمع حديثكم ونشوف الشي اللي قلتي ليا واش كاين ولا لا. حاجه اخرى بلا ما تفكر تهرب راه ما عندك فين. خرج هاد العماره راني غنكون فيها. قلت له واخا. وداك الشي اللي كان. طلعت دقيت على العربي وانوار بقى في الدروج. بقاو طالق ودنيه كيتصنت مع حل العربي الباب. شافني هو يقول لي خويا كمال حشومة عليك من ديك المرة ما رجعتي وانا عييت ما نقلب عليك. دخل راه عدي بزاف ما نعاود ليك. قلت له لا انا زربان. قال لي كمال واش عرفتي شكون الضابط اللي شد الملف ديال الجرائم ديالك راه ولدك انوارا كمال. مع قالها هو يبان لي انوار طلع وجاي عندنا ووجهه زرق بالشي اللي سمع. دخلنا ودخل علينا وهنا قال العربي هي هادشي اللي قال لي هاد الراجل بالصحة الوالد. هنا العربي عاقب اللي وقع بينا لقاء. جاوبوه قال له
اه ولدي، باك الحقيقي هو كمال. وهنا كملوا ليستوار، بدا لي من طق طق تاع السلام عليكم. ملي سال العربي التعاويد، بدا انوار كيمسح في دموعه اللي كانوا كيف الشلال. وبحكم انه ضابط وتجربته في البوليس اللي خلاته كيعرف الصريح من الكذاب، تلاح عليا وعنقني. وهنا بدينا كانت تباكاو. من بعد ما سالينا البكا، بدا كيشارجي في سلاحه وهو يخرج كيجري. تبعنا انا والعربي، ولكن خلالينا غير البرد. هنا قلت للعربي، شوف انا غنمشي للفيلا ديال جمال الوهبي، خصني نوصلها قبل ما يوصل ليها ولدي انوار، وانت غتمشي تعلم البوليس. ما بغيتش ولدي يلطخ يدو بالدم ديال داك الطالب. وداك الشي اللي كان، مشيت للفيلا ومشى العربي علم البوليس. مع وصلت للفيلا لقيت العساس ديالها طايح سخفان في الارض. انا عرفت باللي انوار وصل قبل مني، وملي جا العساس يوقفو تكاه بالكا والارض. دخلت كنجري، لقيت مرات جمال الوهبي كتدق في باب بيتو كتغوت. وقفت عليها وقلت ليها شنو كاين لالا. قالت لي وهي كتجعوق باللي شي حد دخل عليهم وخرجها من البيت وسد عليه الباب وبقى مع راجلها. هنا بديت كنضرب في الباب بقاع داكشي اللي اتاني به الله من قوه، تفرعته. دخلت لقيت ولدي انوار كتف جمال الوهبي وحيد له حوايجه كاملين وهز عليه الفردي. بديت كنقول له ولدي عافاك ما توسخش يدك فيه، والله ما يستاهل، حسابه معايا ماشي معاك. بديت كنشوف في اليد ديال انوار اللي شادها الفردي كترعد. وهنا عرفت باللي لا ما تصرفتش غايكليكي على الزناد. نقزت عليه وشديت له يده، حيدت له الفردي. وهنا قررت نكمل داكشي اللي بديت. جبت جنويتي وانا ندوزها عليه من لودن تا لودن. قبلت مراته وولدي. اخيرا حققت العدالة بالميزان. السارق تقطع له يدو والزاني يتجلد والقاتل يتقتل. باش قتلتي باش تموت امالك الموت. دخلوا علينا البوليس ومعاهم العربي، داروا لي المينوط وداوني. وهنا وصيت العربي اخر وصية، انوار فعارك اخويا العربي. انوار دخل في صدمة عصبية، الشي اللي خلاهم يديه ويتعالج. اما انا فكانت نهايتي في المحكمة بحكم القاضي اللي انتقى بحكمه عليا اللي كان بالإعدام. وملي كنت كانت ساين في تنفيذ الحكم، قررت نكتب قصتي ونعطيها للعربي في آخر زيارة زارني فيها اللي كانت قبل يومين من تنفيذ الحكم، واللي قلت العربي باش ينشرها بعد ما نموت. ولدي انوار فقد النطق وما زال كيتعاج في السبيطار. شي قالوا لي العربي ملي جا في اخر زيارة ليه ليا. اما انا فهاد اللحظة اللي كتسمع فيها القصتي غيكونوا عظامي رشاو تحت التراب. هاد القصة الخوت
كلها حقيقية. اللي مبدل فيها هو السميات والمكان، حيت البلاصة فين وقعت هي ماليزيا، واللي السمية الحقيقية ديال السيد اللي وقعت له هي جلال سيرونيل، واللي ألفها صاحبه اللي سمينا احنا العربي كانت سميتو جان دوجو، ألفها في واحد الكتاب سماه إيكيتي دانكي سومبونغا، واللي كتعني بالعربية العدالة والميزة. قبل ما نمشي بغي نقول لكم سموحات إذا بان لكم الصوت مبدل شوية، حيت خوكم باقي مصرف قول برد. هذا مكان العشرين، تهلاو.